ما عرفت وش المفاجأة الآن. لا للحين ما عرفت. وهذه هي المفاجأة، هذا بيتنا الجديد اللي بنعيش فيه. يلا تعالوا ناخذ لفة على البيت أوريكم إياه من جوا. وهذه الصالة. واو، مرة أكبر من بيتنا القديم. الله يعطيك العافية يا أبو فارس. وين حريص يا منقذ؟ حريص؟ حريص؟ أنا هنا، سمعتكم تنادوني. وين كنت يا حريص؟ قلت لازم أشارككم فرحة البيت الجديد ورحت أجيب لكم هدية. وش ذا؟ هذه حقيبة أدوات ترشيد المياه، نستخدمها عشان نوفر من استهلاك المويه. بس وين راح نركبها؟ تعالوا معي نركبها في مكانها الصحيح. وين تتركب هذه؟ هذه مرشد لحنفية المغاسل، توفر من استهلاك المويه. أنا بطلع القطعة الثانية. وين تركب هذه؟ هذه مرشد لحنفية المطبخ، ضخها مناسب رغم أنها توفر المويه. أجل، أنا اللي بطلع القطعة اللي بعدها. وش هذه؟ هذه أقراص تساعدكم على كشف التسربات عن طريق وضعها في السيفون عشان تتمكنون من صيانتها وإصلاحها. وأنا راح أركب كيس الإزاحة دام غطى السيفون مفتوح. كيس الإزاحة راح يوفر من استهلاك المياه الموجودة في السيفون. شكرا لك يا حريص على هذه الهدية القيمة، أكيد حقيبة أدوات الترشيد راح تساعدنا في تخفيض استهلاك المياه. أكيد. طيب، بما أنك ساعدتنا في فرحتنا بالبيت الجديد، أنا عندي لك خبر حلو بعد. وش هو؟